بلي ان شاء الله نمشوا بالسلامه ونجوا بالسلامه ان شاء الله، ونحاسين بالفرحه واللي زور ديك البلاصه زينه. الحمد لله يا ربي اللي وفقنا ربي ليها. الله يوصلنا على خير ان شاء الله، وعقبال اللي يبقى ويعطي لموت محمد ان شاء الله، باش يلقاو الوقت بنيتي ويوصلنا على خير ويردنا على خير ونلقاوكم على خير وعافيه بنيتي. كان لي الحظ حجيت المره الثانيه، وهذا حاجه زينه من بشار ان شاء الله المدينه، ونشكروا رئيسنا ان شاء الله الله ينصره، وندعوا للدوله نتاعنا وندعوا للشباب الله يسخر له الله يهديه ان شاء الله. هذه فرصه على كل حال تاع الحج ان شاء الله، لاول مخطره احنا ماشي ان شاء الله نحجوا، ونطلب رب العالمين ان شاء الله يوفقنا ان شاء الله للخير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لا رافضة ولا فسوق ولا جدال في الحج، نتمنى ان شاء الله يكون حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وان شاء الله والعقبال الباقي اللي ما تحجش ان شاء الله نطلب رب العالمين ان شاء الله يسهل في الحج. وهذا هو الشعور تاعنا، الحمد لله التنظيم هذا ما شاء الله، هذا العام تنظيم محكم من القناديسة حتى المطار حتى لهاد البلاصة ما شاء الله. على كل حال نتمنى ان شاء الله في الاعوام القادمة يكون احسن وافضل.